بهذا التسجيل راح نتناول كل صوت وخصائصه بالديسكريبشن الكرايتيريا اللي تميز صوت الوي. شوفوا شلون يكتب. اول نقطه تميز انه this consonant consists of a smooth quick glide from the position of the vowel u or u to any other vowel. اذا يتكون من انزلاق سريع من صوت الاو او الاو، لان الواي قلت لك باصله هو يماثل يا صوت الباك فاول او، كانما انا من اكتب الكلمه صحيح اكتبها بفنامك ترانسكريبشن وين، لكن من اني الفظها اطول شويه الواي. شلون كلمه وات او كانما تقول الاو بدايتها وات، اوكي فعندك انزلاق سريع تو ذا فالونج فاول. فات موفز اور جلايدز ايميديتلي تو ذا بوزيشن اوف ذا فالونج فاول ساوند مثل الوات. هاي شوف انا المفروض اكتبها بهالشكل هذا بالفنامك ترانسكريبشن، بس كتبت لك اياها بهالشكل هذا حتى امثل لك انه هو ريزمبلز ان اس اوريجن ذا فاول او وات اور وات وات. اوكي هذا عندنا اول خاصيه تمتاز بها الوا. ثاني شيء ات از مور ديفيكولت ذان يا بيكوز ماني لانجويجز دو نوت هاف ان اندبندنت وا. طبعا اكيد انه لعدم وجوده في جميع اللغات صوت الوا فيعتبر اكثر تعقيدا من صوت الياء ساوند. هذه ثاني خاصيه تمتاز بها. طبعا هو voiced frictionless but when it is it follows a voiceless consonant some devoicing and friction takes place. هو دائما voiced وfrictionless. اوكي نعرف ليش voiced، لان يعني وجود احتكاك بالحبال الصوتيه. frictionless عرفنا هسه ليش هو ما بيحتكاك، لان نتيجه تقارب اعضاء كلاميه لكن مو حاله تماس. لكن بعض الاحيان من يسبق صوت مهموس voiceless راح يقلبه هذا الvoiceless وياثر عليه ويحوله من voiced اوكي الى voiceless ومن frictionless الى فريكاتيف consonant. مثل هاي الامثله معطيتك اياها quiet quiet، هنا الواي انقلبت من voice frictionless الى devoiced فريكاتيف. نفس الحاله تنطبق على swing twist وquen. طبعا هو oral sound خاصيه اخرى تعرف لان soft palate is raised blocking the nasal cavity so all the air is pushed out through the mouth. Voice by labial semi-vowel. أقول لك how would you describe this sound؟ طبعاً فقط ثلاثة، ماكو داعي تذكر لي إنه هو whether it is long or short. لأن ما يقابل صوت voiceless. Okay، فهو voiced by labial. تعرف by labial لأن two lips are responsible about producing this sound was semi-vowel. تقول ست تكتب عليه جلايدنج، لا انا قلت لك الواو والياء اخصص لهم هاي التسميه تحديدا، فماكو داعي تكتب جلايدنج. على الراي اكتب جلايدنج لا تكتب سمي باول، بس هنا تكتب سمي باول لا تكتب جلايدنج. اوكي الوا does not occur in final position، يعني تشوف موقعه بالبدايه بالوسط لكن ما يكون بالنهايه. اللبس ار راوندد، دائما شكل الشفاه من الفظ الوا اشوف انه شكل الشفاه دائري. لكن nevertheless lip shape is influenced by the following vowel. رغم انه شكل شفاه دائري لكن مع ذلك الاحظ انه دائما شكل شفاه يتاثر بالصوت اللي يجي بعده. يعني شلون ما يكون صوت العلة اللي يجي بعد الكونسوننت حيتاثر بشكل الشفاه. يعني وي مثل واسب، وي لا سبرايد، بينما واسب rounded. This is an indication that lip shape is affected by the following vowel sound. Okay, I think I shall stop here. Thank you very much.